فهد الشهراني يهاجم كلاب السوشيال ميديا. إناس الحنطي تعلن خبر إنقاذ الطفل ريان. ماستر جاز تتواصل مع الذات العليا. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم المحقق عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا. كلنا تعاطفنا مع حادثة الطفل المغربي ريان والتي استمرت لمدة 5 أيام، ولكن خلال هذه الأيام الخمسة وحده الطفل ريان من كان محتجزاً في البئر، وحده كان يقاوم داخل ذلك البئر الضيق، وفي الخارج لديه أم مفطورة القلب، أب في مأساته انغلب، ورجال مستعدين للتضحية لهذا السبب، ولديه قبل كل شيء رب يعلم بحاله. مسألة انك تدخل عرض وتعطيها وضعية CNN ولا BBC وتبدأ ما شاء الله تعطينا اخبار ريان قبل لا تصير، حتى امر مخزي وغير مقبول. ومن المعيب انه بعض المشاهير استخدموا الحادثة اللي تعاطف معها العالم كله باستغلالها في نقل الاشاعات والاخبار الكاذبة، مثال إناس الحنطي قبل لا يتم استخراج ريان الله يرحمه بيوم قدها نزلت بحسابها فيديو وكتبت عليه لحظة إنقاذ الطفل ريان، اللهم لك الحمد ما شاء الله قررت أنه تم إنقاذه. بالأخير طلع فيديو قديم لطفل عراقي تم إنقاذه. اليوم الثاني كتبت إناس أعتذر عن الفيديو نزلته بدون ما أتأكد. ليه تنزلينه أصلا؟ مو وظيفتك. بعض كلاب السوشيال ميديا من بنات ومن رجال، بعض يستخدم صورة الولد يحطها علشان المشاهدات. هذولي رسالتي لهم لازم تحلل DNA، مو علشان تعرف أبوك وأمك، لا عشان تعرف هل أنت إنسان ولا حيوان. شكرا. ولا تفضلوا بالله، هذول مشاهير تتوثق حساباتهم حاطين صورة الطفل ريان وهو ميت، ولا عليهم بحرمة الميت، أهم شيء ينزلون صورته وتطلع للناس في الإكسبلور. طلعتوا في الإكسبلور؟ ممتاز. الأدهى والأمر إن اللي في الصورة مو ريان أصلاً، هذا طفل اسمه أرماني صار له حادث سيارة في أمريكا. يا بعض المشاهير برافو، صح إنه وظيفتكم مو نقل الخبر بس برضو ما شاء الله برافو. فألاقي في الترند خروج الطفل من قبل يومين وقبل يوم من مشهورات ومن مشاهير، خروج الطفل في الصورة الأخيرة، فشدني أجله هو كاتب في الأخير نأمل أن نسمع هذا الخبر. يا أخي وين عقلك؟ وين إنسانيتك؟ وين أنت متأكد أنك فيك ذرة عندك إحساس؟ أنت آدمي. في مثل هذه الأحداث مالنا إلا المتابعة والتعاطف والدعاء. تصمم تيشيرت مكتوب عليه انقذوا ريان وتبيعه، ليش؟ ممكن يفيد ريان في ايش؟ هل معدل سرعة الحفر بيزيد مثلا؟ ترى على فكرة هذا ولا شيء من البلاوي اللي ما نقدر نستعرضها لتجار الترند. الطفل ريان بإذن الله طير من طيور الجنة وشفيع لأهله، الله يصبرهم. شكرا للرجال اللي بذلوا كل ما بوسعهم في سبيل محاولة إنقاذه، وبجانب هؤلاء الرجال ماستر جاز أيضا كان لها مشاركة. ما تعرفون ماستر جاز واحدة من السوشيال ميديا. وأنا بالليل قعدت أسوي له جلسة ثيتا عن بعد وسويت أشياء كثير، تقنيات تخصني ما راح أقولها وأذكرها اللي تخصني أنا عن بعد لهذا الطفل، وكانت لي مساهمة واضحة لهذا الطفل. يعني قاعدة في بيت أمك وبتذلينا بمساهمتك، أجل لو حفرتي معاهم مش بتسوين؟ صدق تجار ترند
ناس، لكن أنا ما وصلني الخبر أصلا حق الطفل إلا أمس البارح. أول ما شفت الخبر على طول سويت له جلسة. للأسف حنا اللي قصرنا، احنا كان لازم نعطي ماستر جاز خبر علشان تعطيه جلسة. طيب ايش المساهمة اللي قدمتيها، ممكن نعرف؟ واقول لكم، اول ما عرفت الخبر على طول قمت جري عملت له اللي هو الطفل ريان اللي هو طايح بالحفرة، رحت عملت له ثيتا، فكان كثير ناشف، فتواصلت مع ذاته العليا، فاستأذنت من ذاته العليا وجلست اقول له هو ايش محتاج، فقالت تبغى موية، فقعدت انزل عليه طاقات الماء وطاقات الغذاء. اكبر ما نملك في هذه الحياة هي انسانيتنا وعاطفتنا، تبون تستغلونها خسئتوا، تبون تنشرون اشاعات علشان تزيد مشاهداتكم وشهرتكم برضو خسئتوا. سكتنا كثير سكتنا لتجار الترند اللي يستغلون الصور والعناوين الكاذبة لجذب مشاهدات الاكسبلور، ولكن ما توقعنا انه بعض المشاهير المنحطين عدمي القلب يوصلون في يوم لمرحلة انهم يستغلون حتى مثل هذه الاحداث المؤلمة والقاهرة. هؤلاء مو بس اسمهم تجار الترند، اللي فوقها اسمهم كلاب السوشيال ميديا، ويجب محاسبتهم وحد القانون اللي راح يردعهم. وهذه كانت اخبار المشاهير والسوشيال ميديا. لا تنسون تشتركون في برنامجنا وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي، ونشوفكم كالعادة كل اثنين وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية.